إذا مشاهدينا، والآن ننتقل إلى افتتاح سوق الأسهم السعودي خلال تداولات هذه الجلسة. بالنسبة للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودي، إذا افتتح تداولات اليوم في المنطقة الخضراء. عموما بالنسبة للسلوك السوق وافتتاحه خلال تداولات اليوم مشابه كثيرا للسلوك الذي شهدناه بالنسبة للسوق خلال الجلسات الماضية، افتتاح إيجابي ومن ثم معاكسة إلى السلبية. في بعض الجلسات نعم افتتح بحالة تذبذب سريعة واتجه إلى السلبية. بشكل عام سوف نراقب حركة المؤشر ونأمل خلال تداولات اليوم أن يكون هناك أداء إيجابي وأن يشهد المؤشر ارتفاعات جيدة. 8462 نقطة، 16 نقطة 10 ارتفاع خلال تداولات هذه الجلسة. كما أشرنا للعوامل المؤثرة بالنسبة للسوق، هناك ارتفاع بالنسبة لأسعار النفط نتيجة البيانات التي أشارت إلى انخفاض المخزونات الأمريكية. سوف نتابع حركة النفط خلال تداولات هذه الجلسة.